صباح الخير البنات، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات ان شاء الله كما كتشوفوا يلا فيقه دارت مع واحد البريد ديالتي كيتشحر، باش هكا نمشي نفيق البنات باش نفطروا ان شاء الله، وغادي نخرج البنات وغادي نديكم معايا ان شاء الله. هنايا حاطه داكشي باش غادي يفطروا البنات، شويه الزيت، شويه املو، شويه الكونفيتير والفرماج، وشويه الشوكولات. صافا هكا ان شاء الله غادي نفيقهم دابا باش نفطروا، وغادي نخرج ان شاء الله. غادي نمشي لواحد البلاصه، ومعاد غادي نمشي للتيران. هنا البنات جينا للتيران، جيت هكا نديرو شويه لامارش. صراحه توحشت هذا التيران، هذا كيعجبني بزاف نجي ليه. كنت واحد المده كنت انا واختي كنا كنجيو ليه بزاف بزاف، وصراحه مده هذه ما بقيتش جيت ليه. صراحه كيعجبني بزاف كما قلت لكم نجي لهاد التيران، كنديرو فيها هكا السبور، وكنتلاقاو هكا مع صحاباتنا، كنضحكو، نشتو هكا مع بعضياتنا. والله الا شي اجواء فنين دوزناهم في هاد التيران هذا. ولكن شحال هادي كيما قلت لكم ما بقيتش جيت، بعيد علينا شويه الحال، حنا في تملول هنا راه في الشهداء بعيد شويه الحال. صافي هنا غادي نديرو شويه لامارش كيما قلت لكم، نتمشاو شويه ان شاء الله، وهانتوما معايا ان شاء الله. ان شاء الله اللي درتها مع هانتوما معايا. Thank you.
غادي نصوب واحد المسمن، شي مسمن هكا عادي ديال الدقيق، دايره تما الدقيق ودايره شويه الملحه ودايره شويه الخميره واحد شويه صافي. غادي نعجنو بالماء بارد وغنخليه حتى يطلق مزيان، وغادي نديرو كريسات صغيرين وندهنهم بالزيت ونخليهم حتى يتعاود يطلقوا مزيان صافي. ندلكهم غير بالزيت، غادي ندلكو انا غير بالزيت وصافي، ما غادي نرش ليه لا دقيق لا سميده لا حتى حاجه. كيعجبني هكا مره مره كندير المسمن غير بهذه الطريقه، ساهل وبسيط صافي. المسمن ديالي المسمن عادي، ما درت ليه لا زبده لا سميده لا درتو غير بالزيت، مسمن عادي وصافي. طيبته درت ليه على هذا الشكل زعما صافي. هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم، وبسلامه عليكم البنات، والله يعاونكم حتى شي فيديو اخر ان شاء الله.